اليوم باش نحكي في موضوع في غاية من الأهمية والخطورة في الآن نفسه. فما زوز أزمات ينتظروا البلاد خاصة على مستوى أمنها الغذائي. اليوم يحكيوا على الأزمة الأولى وهي الأزمة الأوكرانية الروسية، وعلى القمح اللي يجي من أوكرانيا، وعلى صعوبات وصول القمح لبلادنا، وعلى أزمة في الخبز من جراء غياب الفرينة وغيرها. الأزمة هذه ربما نقتنع بها ونتفهموها، لكن فما أزمة أخرى منتظرة، وهي كما تشاهدون الصور أمامكم أزمة سيفتعلها البعض في صابة القمح والفرينة والشعير. يا سادة يا مادة يا مسؤولين في الدولة، اليوم فما أطراف بدأت تدور وتمشي وتتصل بالفلاحة وتحب تخضر السنبلة، ما زالت خضرة في أرضها. فما عباد اليوم وشركات وأطراف قاعدين يغريوا في الفلاحة باش يشروا من عندهم الصابة وهي خضرة كيف من هكا. أنا موجود في أحد المناطق خاصة بزراعة الحبوب، الناس ما تحبش تتكلم، لكن الأطراف الكل يقول لك راهو فما شكون قاعد يتصل بينا ويحب يدفع لنا فلوس كاش من توا باش يخضر القمح والشعير والأعلاف من توا. يقول القايل علاش الناس هذوما عوض أن تذهب هذه الحبوب إلى ديوان الحبوب والدولة هي اللي تتحكم باش يحلوا أزمة جديدة ويعمقوا الأزمة الموجودة توا، ياخذوا هما الحبوب ويخزنوها عندهم هما بشروطهم هما ويحتكروها. هذايا نوع خطير من الاحتكار، واليوم الدولة ورئيس الجمهورية ووزارة الفلاحة لازم فما قانون يجبر الجميع باش يهزوا المنتوج نتاعهم لديوان الحبوب، يقبلوه للدولة والدولة عليها باش توفر الثمن المناسب للفلاحة هذوما. ولا معنى أن نستورد القمح متاع أوكرانيا بضعف ثمن القمح التونسي اللي ناخذه فيه من عند الفلاح التونسي. ونعاود ونكرر، تونس تراب الخير، تونس مطمورة روما، لو نمنوا بالخدمة ونمنوا باللي الفلاحة هي الحل. شوفوا، نخليكم مع الصور هذه، صور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شوفوا معتها بريسك فما متر ونص الطول متاع القمح والفارينة اليوم، وما زال ربي يعطي، وإن شاء الله مطرة أخرى تزيد تكبر أكثر السنبلة، وتشوفوا معتها الصابة خيرات والناس اللي تحكي على أنه فما أزمة بعد 3 شهور. كلام هذايا فارغ، لأنه عنا صابة وترابنا إن شاء الله باش ينقذ بلادنا.